السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا أينما كنتم، مرحبا بكم إلى أخبار الرياضة مباشرة من تلفزيون الجزائر. ونستهلها بالمنتخب الوطني لكرة القدم الذي تنقل مساء اليوم إلى مدينة وهران لاستكمال استعداداته تحسبا للمقابلتين الوديتين ضد غينيا ونيجيريا ضمن تاريخ الفيفا الخاص بشهر سبتمبر. وحل الخضر في هاته الأثناء بمطار أحمد بن بلة بمدينة وهران لاستكمال أو بعد اكتمال التعداد الذي استدعاه الناخب الوطني جمال بالماضي. وقد خاض الخضر أمس حصة تدريبية أولى بمركز سيدي موسى في انتظار أن يشرعوا في التدريبات بخوض حصة أولى بوهران في أول تدريب لهم هناك. طبعا تحسبا للمباراة الودية المقررة هذا الجمعة مشاهدينا، حل منتخب غينيا أمس بمدينة وهران بوفد يضم 25 لاعبا. وحظي المنتخب الغيني باستقبال مميز بمطار أحمد بن بلة وشرع فور حلوله بوهران في التحضير للمباراة الودية المقررة الجمعة بملعب وهران الجديد. هكذا إذن حل المنتخب الغيني بمطار أحمد بن بلة بمدينة وهران، المنتخب الغيني الذي سيكون المنافس الأول للمنتخب الوطني في وديتيه ضمن توقيت أو تاريخ الفيفا لشهر سبتمبر. هكذا كان استقبال منتخب غينيا. نذكر بأن منتخب نيجيريا كان قد وصل أمس كذلك إلى مدينة وهران. مقابلتان وديتان إذن للخضر مع منتخبي غينيا ونيجيريا في محطة جديدة بمناسبة تاريخ الفيفا الخاص بشهر سبتمبر. الفرصة سيحاول المدرب الوطني جمال بالماضي استغلالها لتجهيز تشكيلته تحسبا للاستحقاقات القادمة، فيما تعد المناسبة سانحة لبعض اللاعبين لإثبات جدارتهم بحمل القميص الوطني. التقرير لبيل البناري. الوديتان المنتظرتان للمنتخب الوطني أمام غينيا ونيجيريا في 23 و27 سبتمبر الجاري بملعب ميلود هدفي بوهران فرصة لتقييم مستوى أشبال بالماضي الذي كشف عن قائمة ضمت 24 لاعبا للشروع في التربص التحضيري لهاتين الوديتين، والبارز فيها عودة المهاجم أوندي دولور ومتوسط الميدان نبيل بن طالب بعد طول غياب. كما وجه الناخب الوطني الدعوة لأول مرة لمتوسط ميدان شباب بلوزداد حسام الدين ميرازيق. المناسبة مواتية لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين من أجل تجريبهم قبل استئناف الرسميات شهر مارس المقبل، فمواجهة منتخب غينيا تعد محكا حقيقيا لرفقاء عمورة المطالبين بالحفاظ على الروح المعنوية ومواصلة الانتصارات، خاصة والمواجهة الثانية أمام منتخب نيجيريا الباحث على فك العقدة أمام الخضر في السنوات الأخيرة، وهو ما يعطي المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين الكبيرين اللذان يتقاسمان مرارة الإقصاء. وقبل أيام على المباراتين الوديتين انطلقت اليوم عملية بيع التذاكر عبر المنصة الإلكترونية. وأفادت الصفحة الرسمية لولاية وهران على فيسبوك أنه تم طرح 40,000 تذكرة بأسعار تتراوح بين 703,000 دينار. هذا وستتواصل العملية إلى غاية منتصف نهار الجمعة في حال عدم نفاذ الكمية المعروضة للبيع. بدوره شرع المنتخب الوطني للاعبين المحليين أمس في تربص تحضيري يتواصل إلى غاية 29 من سبتمبر تحضيرا لكأس أمم أفريقيا التي تحتضنها الجزائر شهر جانفي الداخل. ويخوض رجال مجيد بوغرة مقابلتان
وديتان، الأولى أمام المنتخب النيجيري يوم الجمعة 23 من سبتمبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بداية من 5:30 مساء، أما المباراة الثانية فتلعب يوم الخميس 29 أمام المنتخب السوداني بملعب المركب الأولمبي الجديد ميلود هدفي بوهران في 8:00 مساء. إلى ذلك أكد مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين مجيد بوغرة أن خوض مباراتين وديتين في شهر سبتمبر أمر مهم في إطار البرنامج التحضيري للشان، كما تحدث عن ملعب حملاوي في حلته الجديدة ولم ينسى الترحم على فقيد الكرة الجزائرية عبد الرحمن المهداوي. déjà je vais commencer à donner mes condoléances à notre ancien sélectionneur Armani, à toute sa famille, mes condoléances à Rahmo. Et aussi à Bilal Abel Hamouda, Rahmo, c'est quelqu'un qui, voilà, qui nous a manqué aujourd'hui, à condoléances à ses parents, donc une pensée pour eux. Et voilà, on repart faire avec le stage pour préparer la chaîne. Donc depuis le mois de juin, on a un stage. Donc très content, les joueurs sont très contents aussi de revenir pour préparer cette chaîne. Et puis une première aussi, Génal Constantine. Donc on remercie Constantine de nous accueillir. Inch'Allah, on aura l'opportunité de jouer sur le nouveau stade qui abritera la chaîne. Très joli, rénové, et bah, ça fait plaisir. Inch'Allah, d'ici quelques mois, on aura de très jolis stades, de très beaux terrains. Là, c'est vrai qu'on passe une période de transition où que les stades sont en travaux. Donc, en tout cas, on est fiers d'avoir des stades comme ça en Algérie. Déjà, on a eu l'opportunité de jouer le Nigeria A, parce que le Nigeria a déjà en Algérie à partir du 19, pour jouer l'équipe première, l'équipe A, le 27. Ou Sarsona Beshnelabou Moubara pour pas qu'il reste inactif. Donc nous c'est parfait parce que ça permettra aux joueurs de jouer contre des grosses équipes et c'est dans l'adversité qu'on progresse. Et en tout cas, voilà, on va jouer à huis clos parce que c'est le Nigeria qui a demandé à jouer à huis clos. Ce qui est normal parce qu'il y a la bombe de l'équipe A, mais Habouch donner des images même si on transmettra les informations nous-mêmes. Et ensuite on jouera contre le Soudan Fiwahran le 29 dans le nouveau stade. Donc c'est une préparation parfaite pour les joueurs. Aujourd'hui, on arrive à 4 mois de la Coupe de l'Afrique, donc la CHAN. Ça va venir très vite et c'est maintenant qu'il faut se préparer. Et Nigeria, je pense que ça va être un super test pour eux pour justement rehausser le niveau et voir ce que c'est le très haut niveau. ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة سيعود إذن لاحتضان المباريات بعد أكثر من سنة من الغلق بسبب عملية الترميم الواسعة التي خضع لها في الفترة الأخيرة. العودة ستكون بمناسبة مباراة المنتخب الوطني المحلي مع نظيره النيجيري هذا الجمعة. لبنى برويس. بعد غلق ملعب الشهيد حملاوي لمدة معينة من أجل أشغال ترميم كبيرة تحسبا لاحتضان مباريات كأس أمم إفريقيا، ها هو الملعب الذي احتضن في سنوات سابقة عديدة مباريات المنتخب الوطني والذي شهد أول تأهل تاريخي للجزائر إلى مونديال ألمانيا أمام منتخب نيجيريا. تشاء الصدف أن يعود هذا الأخير إلى قسنطينة لمواجهة أشبال بوغرة ويخوض أول مباراة بعد تأهيل ملعب الشهيد حملاوي. أشغال التهيئة شهدت الانتهاء من وضع العشب الطبيعي بالأرضية الرئيسية للملعب، إضافة إلى ترميم وتأهيل المدرجات والمضمار ولوحة العرض الرقمية وكل الأشغال المتعلقة بتعبيد الطرقات والإنارة المحيطة بالملعب. ضف إلى ذلك تزويد وتركيب نظام المراقبة وتغيير مصابيح الإضاءة واقتناء المولدات الكهربائية وتركيب مكبرات الصوت. ملعب الشهيد حملاوي بحلته الجديدة هو مكسب إضافي للكرة الجزائرية، بدءا بنادي شباب قسنطينة الذي سيجده مكسبا يسمح له بتقديم مباريات كبيرة محليا، ولما لا قاريا مستقبلا ناهيك على إمكانية استقبال المزيد من المباريات القارية لنوادينا ومختلف منتخباتنا الوطنية. إلى المنافسة القارية الآن، حيث تعرفت الأندية الجزائرية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف على منافسيها في الدور التمهيدي الثاني للمنافستين الإفريقيتين. يوسف الزيق يعرفنا عليها في سياق التقرير التالي. التمثيل القاري للكرة الجزائرية سيكون رباعيا بداية من الدور التمهيدي الثاني للدوري الأبطال وكأس الكاف. صاحب البطولة ووصيفه
للعام الماضي شباب بلوزداد وشبيبة القبائل حققا انطلاقة قوية بعدما أحسنا التفاوض خارج الديار وفازا في لقائي العودة بملعب 8 ماي 45. شباب بلوزداد فاز على نادي بورانجرز من سيراليون بثلاثة أهداف لصفر، وسيواجه نادي أتلتيك جوليبا من مالي الذي تأهل بدوره للدور الثاني على حساب ديبورتيفو مونغومو بخماسية كاملة، في حين شبيبة القبائل التي فازت على كازا سبور السنغالي بثلاثية ستواجه أسكو كارا الطوغولي. في كأس الكاف سيواجه الممثل الأول للجزائر في هذه المنافسة شبيبة الصورة نادي سبورتينغ غانوا الإيفواري الذي سبق لنسور الجنوب أن تأهلوا على حسابه في 2018. أما اتحاد الجزائر فسيواجه نادي سيكارا الطوغولي، وسيخوض الاتحاد لقاء الذهاب على الأراضي الطوغولية ما بين 7 و 9 أكتوبر القادم، بينما تلعب مباراة العودة في الجزائر ما بين 14 و 16 من نفس الشهر. كل التوفيق لممثلينا في المنافستين الإفريقيتين. إلى البطولة المحلية الآن، حيث أجلت رابطة كرة القدم المحترفة مباراتي الدربي المقررتين نهاية هذا الأسبوع لحساب الجولة 5 إلى موعد لاحق بطلب من الأندية المعنية. وجاء قرار التأجيل بسبب استدعاء أكثر من 3 لاعبين من كل فريق للمشاركة في معسكر المنتخب الوطني للمحليين ومباراتيه الوديتين. ويتعلق الأمر بمباراة شباب بلوزداد مع مولودية الجزائر ومباراة اتحاد الجزائر مع أتلتيك برضو. في عقوبات الرابطة، أوقفت لجنة الانضباط مناجير شبيبة القبائل فاروق بالقائد لشهر كامل بسبب تلفظه بألفاظ غير مقبولة خلال مواجهة فريقه السابقة. كما أوقفت اللجنة مدافع أتلتيك بارادو حسين دهيري ل3 مقابلات بسبب تصرف غير لائق تجاه المنافس حسب القرار. هذا وتم إيقاف أيوب عبداللاوي مباراة واحدة بسبب احتجاجه على قرارات الحكم في المباراة الأخيرة لفريقه اتحاد الجزائر. إلى أخبار الأندية المحترفة دائما طبعا، حيث قدم مدرب شبيبة الصورة منصف البياو استقالته من تدريب الفريق بعد مرور 4 جولات فقط من انطلاق البطولة، وجاء ذلك رغم الفوز الذي حققه الفريق على أمل الأربعاء في الجولة الفارطة. وفي بيت شبيبة القبائل تم تعيين مراد أيت الطاهر مديرا رياضيا ورابح بن صافي مساعدا للمدرب الجديد عبد القادر عمراني، وذلك في إطار إعادة الهيكلة التي تقوم بها إدارة الفريق. قبيل أيام على موعد انطلاق بطولة القسم الثاني هواة، يواصل فريق اتحاد عنابة على غرار مختلف الأندية تحضيراته للموسم الجديد بقيادة مدربه كمال مواسى وطاقمه المساعد. ويطمح أبناء بونا لتحقيق انطلاقة جيدة وموسم مميز ضمن مجموعة وسط شرق، وتسير تحضيرات الحمراء بجدية كبيرة تحسبا للشروع في المنافسة يوم الجمعة المقبل أمام الضيف اتحاد الحراش بداية من 4 عصرا بملعب المجاهد يوسف بن علي بعنابة. وعن تحضيرات الفريق وجاهزية اللاعبين، قال المدرب كمال موسى إن كل شيء يسير في الطريق الصحيح على أمل أن تكون البداية قوية في الموسم الجديد. نقدر نقولوا ليكيب راه الفريق راه بدا يتكون، والتشكيله الاساسيه بدات تتبان حسب يعني لي دو ماتش اللي درناهم ضد فريق حمراء عنابه. كنت في مولوديه وفوت العام اللي فات في مولوديه في سبور، وهذا العام ان شاء الله راني في لي جماعه عنابه. راحوا لنا بزاف لي جوار اللي كانوا ركائز تاع الفريق العام اللي فات، مام كاين اللي بقاو تاع العام اللي فات، وعندنا ثاني اللي جانا الله يبارك اللي عندهم الامكانيات اللي راهم اندمجوا معنا في الجروب. صح الفريق راهو فيه وضعيه صعبه، كشغل يعرفها العام والخاص، كشغل البروبليم تاع دراهم القديم جديد هذا، وان شاء الله كشغل يريقليوها الاداره في اقرب وقت ان شاء الله. مومون قلت لك صعيب، مرحله انتقاليه
ان شاء الله احنا اوني لا باش ان شاء الله نمدوا لو كود ما هذاك نسيرسكو بلا بتيت اكسبيريونس نتاعنا ان شاء الله باش نحاولوا لانه المهمه صعيبه. في اتصال هاتفي مع التلفزيون الجزائري من موزمبيق اكد رئيس الاتحاديه الجزائريه للملاكمه فزيل عن ان المنتخب الوطني احتل المرتبه الاولى في البطوله الافريقيه التي احتضنتها العاصمه مابوتو عن جداره واستحقاق نفيا ما تم تنقله بخصوص احتلال المرتبه الثانيه. تحيه لكم ولكل الشعب الجزائري. الجزائر بطلة إفريقيا المرتبة الأولى كما تلاحظون في التشريف الرسمي للفرق المتوجة بالمراتب الأولى. الجزائر هي التي نالت المرتبة الأولى، موزمبيق المرتبة الثانية حسب الفرق. على كل حال أحيي أولا سعادة السفير محمد مزيان هنا بالموزمبيق، أحيي كل اللاعبين الملاكمين وكذلك المدربين، رئيس الوفد الذي وقف وقفة كبيرة مع الفريق رغم أن أراد بعض الأشخاص وبعض ما يعرفون جيراننا أنهم يمارسون بعض الضغط على الحكام وعلى من كانوا قائمين على هذه البطولة، ولكن تدخل السفير معنا ووقوفه إلى جانبنا أدى على أن نتحصل المرتبة الأولى، وهذا هي المرتبة التي استحقتها الجزائر وغابت عليها مدة أكثر من 20 سنة. الشيء للناس التقنيين لازم يعرفوه أن النظام الجديد في السكورينج ماشين أن هناك النظام الرونكينج، معناته أنه يحسب كل الميداليات وكل ميدالية عندها نقاط. على هذا الأساس الجزائر نالت المرتبة الأولى والموزمبيق المرتبة الثانية. افتكنا هذه النتيجة من الموزمبيق في بلدها، والحمد لله والحمد لله الحمد لله. بعد النتائج الرائعة التي حققت في ألعاب البحر المتوسط تم تجسيدها في إفريقيا، مشاركة 8. هنيئا للنخبة الوطنية للملاكمة بهذا التتويج القاري المستحق، ألف مبروك مرة ثانية. مشاهدينا نعود إلى المنتخب الوطني لكرة القدم الذي حل قبل لحظات بمدينة وهران بمطار أحمد بن بلة الدولي. وللإطلاع عن آخر مستجدات الخضر ينضم إلينا مباشرة الزميل محمد أمين بقدوري. أمين مساءك سعيد، كيف كان بداية وصول المنتخب الوطني؟ مساءك أسعد زميلي علي لك ولكل المشاهدين الأكارم الذين يشاهدوننا في هذه الأخبار. صراحة كانت الصور رائعة وأجواء رائعة بين المنتخب الوطني، لاعبي المنتخب الوطني وحتى الأنصار وحتى السلطات المحلية لولاية وهران. كانت أجواء رائعة جدا. منتخب الوطني حل مكتمل التعداد ما قيادة الناخب الوطني جمال بالماضي مع التعويض لبوداوي من قبل اللاعب بن دبكة. صراحة كانت فرحة كبيرة من أنصار المنتخب الوطني الذين استقبلوا العناصر الوطنية بالورود وأيضا استقبلوا الطاقم الفني. كانت فرصة أيضا لالتقاط الصور مع نجوم المنتخب الوطني الذين صنعوا أفراح الكرة الجزائرية خلال هذه السنوات الأخيرة. القدوم إلى وهران يأتي تحسبا للمواجهتين الوديتين الأولى يوم الجمعة أمام غينيا. المنتخب الوطني يعود إلى وهران بعد غياب 17 سنة والجمهور الوهراني ينتظر بشغف هذه المباراة، مباراة الجمعة أمام غينيا. للتذكير أن المنتخب الوطني سبق له أن واجه المنتخب الغيني في 3 مباريات ودية سابقة وست مباريات سبع مباريات رسمية. هذه المباريات الودية الرابعة سيحتضنها ملعب مركب ميلود هدفي، هذه التحفة المعمارية والتحفة الرياضية، ملعب بمواصفات عالمية. الجمهور الوهراني يتأهب لاحتضان هذه المباراة يوم الجمعة بشغف وبقوة صراحة. وحتى لاعبي المنتخب الوطني تجاوبوا كثيرا مع الأنصار الحاضرين هنا بمطار
أحمد بن بلة الذين كانوا بقوة من أجل استقبالهم تحسبا للمباريات الودية في 23 من شهر سبتمبر والسابع والعشرين من شهر سبتمبر أمام كل من غينيا ونيجيريا. نعم أمين بقدوري، المنتخب الوطني الذي كان من المرتقب أن يتدرب الآن، كان من المفروض أن يتدرب الآن، الأكيد الحصة التدريبية ستتأخر بحوالي ساعة أو ساعتين، أين سيتدرب الخضر وأين سيقيمون كذلك حتى نضع المشاهد في الصورة وكيف كانت ظروف وصولهم؟ أمين، ظروف الوصول كانت جد جيدة وجد حسنة والاستقبال كان كبير واستقبال بحفاوة كما سبق وأن ذكرت لك زميلي جعفر. التدريبات سيحتضنها الملعب الرئيسي لمركب ميلود هاتفي. حصة اليوم ستتأخر بساعة لكن بداية من الغد جميع الحصص ستكون بداية من الساعة السادسة زولا بالملعب الرئيسي للمركب ميلود هاتفي الذي هو في حالة جيدة خاصة أرضية الميدان بعد أن تم إعادة تجديد كليا زميلي جعفر. نعم، ماذا عن الميدان الذي سيتدرب فيه الخضر وكذلك مكان الإقامة وما إلى ذلك؟ بالنسبة الإقامة ستكون في فندق أزاد والتدريبات ستكون دائما في الملعب الرئيسي الذي يحتضن المباراة يوم الجمعة بداية من الساعة 8 ليلا أمام المنتخب الغيني. نعم، كيف تصف لنا الأجواء محمد أمين بقدوري هناك بوهران التي عاد إليها المنتخب الوطني بعد 17 سنة؟ هل هناك يعني هل الأجواء هناك توحي بأن الخضر قادمون يعني الالتقاء بالجمهور الوهراني؟ أكيد الجمهور الوهراني الذي صنع الأفراح خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسطية وكان حاضرا بقوة في جل المنافسات هو متشوق لاستقبال مباريات المنتخب الوطني بمعقله الجديد بمركب ميلود هاتفي. في كل شوارع وهران لا حديث سوى عن مباريات المنتخب الوطني سواء أمام غينيا أو أمام نيجيريا، خاصة بعد غياب دام 17 سنة. آخر مباراة كانت في 2005 بملعب أحمد زبانا واللقاء أمام نيجيريا في تصفيات كأس العالم 2006. نعم، بالنسبة لعملية بيع التذاكر التي ستكون إلكترونيا مثل ما كان عليه الحال في المرتين السابقتين، أمين كيف هل لديك معلومات ربما حول مدى يعني إقبال الجمهور على المنصة الرقمية التي تم تخصيصها؟ قبل ساعة زميلي جعفر تم إطلاق المنصة الرقمية التي تم تخصيصها لبيع التذاكر، كل تذكرة وسعرها على حسب الأماكن في ملعب ميلود هاتفي. هناك أماكن التقسيم الأول فيما يخص القاعة الشرفية، التقسيم الثاني فيما يخص المقاعد التي هي مقابلة للقاعة الشرفية، والتقسيم الثالث يخص المقاعد المتواجدة في منعرج الملعب. لا حديث زميلي جعفر سوى عن شراء التذاكر وحضور بقوة في يوم المباراة لدعم أشبال بلماضي في هذه المباراة الودية، هذه المباراة الودية التي تأتي استعدادا للاستحقاقات القادمة إن شاء الله التي تنتظر رفاق رياض محرز. نعم أمين بقدوري، كنت معنا مباشرة من وهران، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا بهذا نختم أخبارنا الرياضية لنهار اليوم، نشكر لكم جزيلا المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحياتي المخرج رشيد ميكيداش ورؤساء التحرير محمد جمال وليلى بن فرحات، شكرا لكم، السلام عليكم.